سلامة. سلامة أختي. لاباس؟ الحمد لله سيدة في رب. أتمنى روحك. سي صالح شال ربي يصلح راين. أنت كشاب تونسي تفضل العرس بالساكتة وإلا العرس بالزازة وخمسين مليون فما أكثر؟ أول حاجة أنا مش شاب في حاجة شباب شيء مع الربيع اللي تعدى إن شاء الله ربي يعطينا قد الصح قد العمر. والعرس يا خويا شو نقول لك، حكينا فيه قبل الموضوع، ان شاء الله تتبدل المعطيات وان شاء الله توصل لهم ميساج، ان شاء الله يوصل لهم ميساج ما عادش يتشرطوا على الرجال ويرضوا بالكتب ربي وكا وفايده في الهناء. انت ما جاوبتنيش راه سؤالي، انت اما خير ماني انا هو اللي تفضل. نفضل ديما العرس فرحه العمر باللي يقدر عليه وكي فرحه عمر، معناتها علاش يعملها بالسيكتة مقطوعة من الشجرة؟ هي الشجرة عندها شكون يسقي فيها؟ إيه معناتها يعمل على قد مكتوب ويتفاهموا مع بعضهم، فهمتني؟ مش حاجة كبيرة هو شد الصبوع شد اليد الكل، تحاونوا باللي كتب ربي وكاو باهي الفرحة كي تدخل الدار، فهمتني؟ يقول لك ملايكة الدار تبدا فرحانة، يزينها من الحزن ويزينها من الكآبة، خلتها تفرح الدار وتجي البركة وتجي الضحكه وتتعا، واللي عنده خصام مع عائلته يستعاهم للعرس ومعناتها تولي مصالحات وتولي قلوب صافيه. الفرحه باهية اما في المعدود وكا، ومعناتها ما يغرقش روحه بعد يوحل، فهمتني؟ الديون والقروضات والريقه ذي ماذا بيه يتجنبوا. مثلا اقل عرس قداش يتكلف حسب رايك؟ لا يوم ما ننجمش نعطيك الصحيح، ما ينجم يعرس حتى مش لازم كل شيء جديد، ينجم يشري معناتها بيت سالة كازيون بيت نوم ياخذها جديدة، خاطر ما ينجمش دخلها على مرته، فهمتني؟ راقد عليها مرأة أخرى، فهمتني؟ وجرية جديدة وفايدة في الهنا، وهي تقضي شوية أمورها وهو شوية أمورهم ويتعاونوا على القفة، القفة يهزوها زوز ما يهزهاش واحد. واللي فيه الخير ربي يسهل فيه اختي الغاليه. راه ترى انه مثلا برشا كوبلويت بقاو يعانيو في الديون تاع العرس؟ هي عاد كان بدات تتشرط عليه وتسمع فيه كلام امها وكلام جيران وكلام اصحابها، يولي من الاول حط النكت على الحروف خير ما ترسيل ويتيح في البير ما يلقاش شكون يطلعوا، فهمتني؟ ما يوصلش روح المواضيع هذه من الاول. الفرس على الفرس نتاعها، كان فرس سافابا مشكله طيحوا في اي وقت ويقعد يعاني من بعد. ما تراش انت انه الشباب اليوم تقريبا فهم اللعبه وما عادش معناها يخسروا برشا فلوس على العرس؟ مش هو ما يحبش يصرف، راه ماذا بيه يعمل عز عرس يفرح امه ويفرح عائلته؟ اما الوقت والدنيا المعيشة وال هذا الدولة ما عادش تحس حتى بشر، تخمم كان في روحها وتخمم في جماعتها، فهمتني؟ ما يهمهاش فيك تبيت جيعان تبيت شبعان، عندها حتى دخل، عمرها ما تعطي الدولة حاجة بلاش. ولذلك هو يعمل على ربي ولا روح، ويعمل بالقدر باللي يقدر عليه، ما يغرقش روحه. ما تعرفش تعوم اش ملزق مش تطيش روحك في الغريق. انت هنا طالب الدولة بانها تعاون الشباب على الزواج؟ يا اخي بنا علي الله يرحمه وينعمه، ما كانش عامل المواضيع هذيا، صالات رمزية، حاجات ديما قليلة، ويعرسوا عرس جماعي، عليه نرجعوا شوي للتاريخ، فهمت؟ وكانت تجي فرقة وصالة باية ويوقفوا معاهم ويعرسوا، وكانت كل يوم نسمع عرس أنا في عهد بنا علي، 300 ألف لعبات شيخة تلقاها سبعان في كرش، وكانت الكلمة تجاوز فقراء يغنيكم الله، وكانت ناس كتعارس بالرسمي تجاوز فقراء يغنيكم الله، كانت البركة، مش هو رسول أما كانت البركة في عهده. تو يا أخوي ما نقولكش البركة طارت، أما القلوب تغيرت والقلوب تبدلت والإحساس تبدل وكل شيء، ولا يغزروا البشر فلوس ولا يحطوها على البسكولة، مادام ولا بشر يتحط على البسكولة ويتحط مع الغلة ومع الخضرة، هو غالي غالي برشا البشر عند ربي، جعله خليفه في الارض، معناتها يحاول كيفاش معناتها يحط روحه في مكان به ويلوج على البنات الاصل، فهمتني؟
وان شاء الله موجودين بلاد الاسر والاختيار الدليعه نتاعو. شنو الدليعه؟ اي دليعه المراه هي خضره من برا ومن داخل حمراء، اما كي تكثر عليها اليدين مسيان ياسر ياسر يولي ماشي يصلح الدليع، ولذلك يحاول كيفاش يحس بالدليعه نتاعو ويعرفها قبل ما يبرجها، بعد تطلع له قرعه ووقتها سيء يفيد به الندم كما قال ست ام كلثوم الله يرحمها، وقتها ترسله في المحاكم وبرا عاد والحاكم معاهم بطبيعته هو عاتين من فاتح الحبس، يولوا هما يحكموا وتعملوا بهم كريته من بعد، ولذلك ما يحطش روحه في المواقف هذه، يحاول كيفاش يمنع روحه ويعرف كيفاش يعيش معاه ويعرف كيفاش ما يغلطش روحه هكا. انت اليوم تنصح الشباب انهم حتى معناه كي يعرسوا يعملوا يعرسوا باللي عندهم يعني؟ مش باللي عندهم، لازم يكون عنده على خدمه قاره، فاذا عنده بطال نهار يخدم نهار لا وعنده تفتوفه تحت راسه يمشي يعرس بها، ومن بعد باش يرحموا الكريب باش يرحموا الذوب باش يرحموا امك. شبيك يا بنتي ما حطش روحها في السقف هذا، ما عندكش خدمه قاره سيب عليك، ما تظلمش روحك وما تظلمش بنت الناس معاك، شد بابوشك الفليسات المخبيه زد لم عليهم وشوف شوف خيط بيه واحرق ولا شوف هج لبلاد اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكه للمدينه، يمشي هاجر يمشي يحطهم في عرس وبعد يقعد يعاني وترسيم شرشي وهارب كل مره بيت في بلاصه. لا يا ودي رد بالك، ربي قال ولا ترموا بانفسكم للتهلك، سيب عليه اقعد عايش. سيب عليك معناها تنصحهم ما يعرسوش؟ ما تعرس، ما عندكش شريه قاره، وما ومراه ما عندهاش شريه زاد قاره باش تعاونك توقف معاك، ما سيب عليك. ما انا ننصحك والله اعلم، انت تعمل حساب ومش حساب ربي. اما من ربي عطاك عقل ميزك على حيوانات وعلى الطيور وعطاك عقل خمم به، خاطر راك من بعد توصل قدام الرئيس يقول لك الرئيس كلمه واحده ما يقولش يحكي معك برشا، عنده ستيل ويخدم هو، يقول لك خذ ربتك على يدك انا قلت لك برا عرس ولا برا اختك، وقتها تسكت المنطقه ما تحكي، فتولي هنا تهز الجمل ما حمل. ولذلك يا خويا قانون خايب، القانون كامل مع المراه، ولذلك يا خويا اعرف تحط سقيك وما نقولكش ما تعرسش، اما راجع روحك راهو من بعد ما يرحمك حد. خليك الكلمة الأخيرة. يا خويا اللي يلقى فلة من البلاد هذيا إن شاء الله ربي يوجهه خير. ما عندكش مفتاح في تاع دار في البلاد هذيا سيب عليه.